اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين قناه الصحه والجمال وبرنامجكم كلام في الفن والجمال. قبل ما نبدا حلقتنا النهارده نحب نوجه تحياتنا وشكرنا للمجهود الجروب عيون اهالي المطار عاملينه وجميع القائمين عليه ومدير الجروب الاستاذ عماد عليوه. حلقتنا النهارده حلقتنا بتخص كل السيدات ومشكله الشعر وفرده وعلاجه ونروح لمين ونعمل ايه وهل المتخصصه دي على دراسة أو على دراية ولا. في حلقتنا النهاردة هنعرف كل تفاصيل الشعر بعد الفاصل، استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم ورجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. النهارده معانا منتجات خاصه ببرنامج كلام في الفن والجمال، وهي جايه لنا من بره مصر، وان شاء الله هنشرح لكم كل تكنيكات المنتج المعالج للشعر وبيفرد الشعر حلو جدا. ومعانا خبيره التجميل الاستاذه ريهام الحكيم متخصصة المعالجات بالشعر. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك مريم. طبعا كل سيدة بتعاني من موضوع شعرها وفرده وعلاجه وتروح لمين وتعمل ايه، وهل بروح اعمل شعري في الكوافير الفلاني او بيوتي سنتر، بعد فترة شعري بيتساقط او شعري بلاقيه مش كويس او ففي بتكون دايما اضرار كتير وحاجات سيئة كتير. النهاردة معانا منتج معالج للشعر بيفرد الشعر كويس جدا، مسجل بوزارة الصحة. هنشرح لحضراتكم كل التكنيكات بتاعته معانا دلوقتي. طبعا احنا الشعر ده احنا عاملينه مجهزينه كله كامل، وسايبين الخصلة دي عشان نشرح لحضراتكم المنتج عليها بيتوزع ازاي. طبعا الاستاذه ريهام هتوزع لنا المنتج. ابدأي يلا يا استاذه ريهام، اتفضلي. طبعا المنتجات والمتخصصات او الصالونات او البيوتي سنتر بيشتغلوا على طول، فاحنا طبعا معانا هتكلم طبعا والاستاذه شغاله. معانا منتجاتنا النهارده بنقفل فروة الشعر، طبعا بنجهز الشعر كامل الأول، بيتغسل حلو جدا وبيكون نضيف، وفروة الشعر بتكون نضيفة جدا من أي مثلا لو فيها قشرة أو بنجهزها حلو جدا. وبنبدأ نقفل فروتنا بالمنتج، بنقفل الفروة بعد ما بنجهز الشعر، بنقفل الفروة الاول. طبعا احنا الجزء ده مغسول ومتنشف وبنوزع عليه ومقفلين فيه الفروه. معانا طبعا الامبول ده بنقفل فيه الفروه، وهو مش لتقفيل الفروه فقط، هو بيمنع حدوث قشره بعد الجلسه، بيمنع تراكم القشره في الجلسه، وبيمنع تساقط، وبيمنع حاجات كتير جدا بتتفادى. يعني هي الجلسه كامله، المنتج بالتقفيل الفروه بكل حاجه بتكون اثناء الجلسه. طبعا بتمنع تساقط، بيمنع كل حاجه. احنا عشان نحدد نوع الفروه قبل ما نشتغل لازم تكون العميله عدت 18 سنه، لان ما بنقدرش نحدد نوع فروه شعر العميله او الكلاينت
غير لما بتعدي 18 سنه بنقدر بعد كده نحدد. طبعا العميله او الصالون او المتخصصه لازم تعرف الاول فروه الشعر دي، هل هي دهنيه، هل هي جافه، هل هي ايه نوعها الاول، وهل الشعر ده ايه نوع الفرد او المعالج اللي نقدر نستخدمه ليه. طبعا بنشوف كتير صالونات بتجيب مثلا لتر من المواد ايا كانت ايه نوعها وبتستخدمها هي على كل الشعور. طبعا ده غلط جدا، لان كل شعر ليه ماده، وكل شعر ليه طريقه استخدام، وكل شعر ليه تكنيك معين. فطبعا احنا منتجنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنشرح لكم كل المواد بتاعته. الماده بتاعته طبعا هي شعر الكلاينت اللي قاعده معانا، شعرها كان جاف جدا وكان مقصف جدا وكان مجهد جدا. احنا عملناه وخلصناه امبارح وسيبنا الجزء دوت نشرح لحضراتكم عليه. طبعا يا ريت الكاميرا تجيب لنا الشعرايه، ما فيهاش اي تقصف ولا اي حاجه، اكنها اتشمعت واتعالجت بالمنتج تماما زي ما حضراتكم شايفين. شعرها كان تعبان جدا ومجهد جدا وكان مقصف جدا جدا جدا. طبعا بالمنتج المعالج الشعر بقى جميل. نيجي لحضرتك استاذه ريهام، اشرحي لنا انت بتعملي ايه. حضرتك بمسك الشعر طبعا بعد ما حضرتك شرحت، زي ما حضرتك شرحت بالظبط كده بنوزعه، وديت الخصله اللي باقيه عشان كده احنا مش هنعرف نقسمه على الهواء. بنمسكه بقى نطلعه خصله بخصله ونوزعه الماده كويس طبعا بالفرشه على الشعر. طبعا. نبعده عن الجذور سنتي كده ولا حاجه ونوزع. وبمشط البنطه ونسرحه عشان الماده توصل لكل بصيله من الشعر. بس طبعا حضرتك لما بتسرحي مش بتسرحي قوي، يعني انت بس بتسلكي لازم ابعد لازم ابعد عن الفروه على قد ما عشان تقدري توصلي الماده كلها لل اوزعها كلها على كل شعرين من الشعر. تمام. طبعا الاستاذه ريهام دي حبيبه قلبي ودراعي اليمين وصاحبه كوافير في اسكندريه، وان شاء الله باذن الله انا معاها لغايه ما تبقى اكبر مركز تجميل باذن الله. ربنا يبارك لك في عمرك. ربنا يخليك. طبعا احنا بنطلعي خصله وكده خلاص، يعتبر ان احنا خلاص كده، لان الخصله الباقيه هنعملها بالمكوى على الهواء برضو. تمام. طبعا احنا بنعملي مساج للشعرايه، حاولي توصلي المنتج لكل فروه الشعر. ونقدر نزيع على الشاشه شغل البيوت صالون بتاعنا ان شاء الله على الشاشه، الشغل كله قبل وبعد. وطبعا بعد ما وزعنا المادة احنا بنوزع المادة الاول وبنسيب المادة على الشعر لمدة ساعة، ولو الشعر افريقي بنسيبه من ساعة لساعة ونص او ساعة وربع، او ممكن لو ساعة برضو عادي بس يكون افضل. وطبعا الشعور الافريقية بتبقى معلومة خاطئة جدا، كله بيفكر عشان هو الشعر افريقي فبيبقى محتاج مادة احمضها عالية او فرد فيها كتير عشان خاطر تفرد بسرعة والمتخصصة ما تاخدش وقت فيها. طبعا الكلام ده خطأ جدا، لان الشعر الافريقي بيكون ضعيف جدا وجاف جدا، فمش اي مادة بتمشي معاه ومش اي مادة بتصلح ليه. لازم بتخلي بالك منه كويس جدا وما تتعامليش معاه على انه هو عايز مادة احمضها عالية جدا، لا خالص. على فكرة ده هو ممكن تستخدمي له اقل مادة احمضها او مادة زيرو فورمالين وهيفرد معاكي كويس جدا. طبعا احنا بعد ما وزعنا المادة بنسيبها من ساعة لساعة وربع، يعني على حسب الشعر اللي حضرتك اللي معاكي، وبنبدأ نكبس. ومعنا برضو في الكبس ان احنا برضو ما نتكوش على الشعر قد كده. طبعا وطبعا هي المادة بتاعتنا برضو مش محتاجة كبس كتير ولا اي حاجة، احنا كل ما هو
بنشمع المادة على الشعرية نفسها، بنغلفها بالمكوى بالبيبيليس بس مش أكتر كده. هو طبعا عامل دخان، طبعا هو عامل دخان لان الخصله دي اصلا وصلت لها الماده، لكن هو اصلا ما بيعملش دخان خالص خالص خالص. والفيديوهات بتاعتنا معانا على الهواء. طبعا خدي يا استاذه ريان، ممكن تقدري تكبسي لنا خصله كده من ورا من غير المواد. طبعا احنا يعني احنا العملاء بتاعتنا في البيوت سنتر عندنا اكترتهم اطفال، يعني الحمد لله الحمد لله والفضل لله بقى لنا 15 سنه في المجال. حتى انا البرنامج بتاعي بقى له فتره طويله جدا ما اعلنتش عن منتج او ما طلعتش بمنتج، لاني بجد ما عنديش ثقه. طبعا هو في منتجات كتير جدا موجوده في السوق كويسه مع احترامي ليها جميله جدا، لكن انا عشان اطلع اعلن عن منتج لازم يكون منتج لمواصفات معينة وحاجات معينة نقدر نفيد بيها كل المتخصصات بتوعنا أو العملاء بتوعنا، ولازم تكون مواد أكتر. يعني أنا ركزت دايما على نسبة العلاج أكتر حاجة في المنتج. وطبعا الفيديوهات بتاعتنا طبعا ده الشعر نبيتي ومعمول له ترميم، فبرضو كان شعر مقصف وكده وكان هايش بعد ما خلصنا الشغل بتاعه، ما شاء الله بقى جميل جدا. وعلى فكرة العميلة بعد ما عملت شعرها لغاية دلوقتي بقى لها حوالي سنة ونص أو سنتين ما فكرتش تعمله تاني. والمنتجات بتاعتنا طبعا بعد ما بنخلص الشعر الجذور اللي بتطلع بتكون أفضل مما كان الشعر قبل كده، فبتكون كويسة وبيعالج وبيكون يعني حاجة جميلة جدا ومحترمة جدا وعلى ضمانتي وعلى ضمانة برنامج كلام في الفن والجمال. طبعا أنا النهاردة حبيت أظهر يعني أطلع بالمنتج، وإن شاء الله بإذن الله في اسكندرية كل يوم جمعة عاملين ورشة عمل بنشرح فيها تكنيكات المنتج، وبيكون معانا خبراء تجميل في كل التخصصات بيشرحوا لنا تكنيكات الميك اب وتكنيكات الشعر والصبغات وكل حاجه. كل حاجه هتكون معانا كل يوم جمعه ان شاء الله في اسكندريه بنشرح فيها تكنيكات المنتجات بتاعتنا والصبغات والميك اب وكل حاجه. وان شاء الله باذن الله برضو هنبدا كورسات، وكورسات مدعمه جدا للي حابب يبدا مشروعه وحابب يتعلم المجال، او لو حابه تكوني متخصصه شعر هنبدا كورسات ان شاء الله باذن الله بالمنتجات بتاعتنا بكل حاجة. هنعلمك من الألف إلى الياء إزاي بتجهزي الشعراية في البداية، وإزاي بتوزعي المادة، وإزاي بتقفلي الفروة، وإزاي تتعرفي على جميع أنواع الشعر وإيه ينفع مع الشعر ده وإيه ما ينفعش معاه، وإزاي مثلا إن الفروة دي نقوم بجلسة ديتوكس لتنظيف الفروة. وطبعا فروة الشعر من الحاجات اللي لازم تكون نظيفة جدا جدا جدا، مفيش قشرة مفيش دهون مفيش أتربة مفيش أي حاجة، عشان نقدر نتفادى إن الشعر ما يتنفسش أو والجلسة بتاعتنا تكون ناجحة جدا. نرجع للأستاذة ريهام، كلمينا بقى عن شغل حضرتك شوية. طبعا البيوتي سنتر عامة شامل كل حاجة، بيبقى فيه طبعا حاجة يعتبر كل واحد ليه مجال فيه، اللي ميك اب ارتست، اللي شعر تصفيف شعر مصففات شعر. طبعا في التجهيزات والحاجات دي لازم ان انا اجهز كويس جدا الشعر تمام خالص، يكون مغسول كويس خالص، ويكون الدنيا فيه يعني نظيفة خالص، الفروة نظيفة خالص، ونهيئها ونقفل المسامات كلها تمام كويس خالص. طبعا المواد اللي معانا يعتبر من اعلى المنتجات اللي انا شفتها لحد دلوقتي من يوم انا ما اشتغلت في المجال دوت لحد دلوقتي، لان بتدي زي ما حضراتكم شايفين كده لمعه وطريان جامد جامد حتى بعد المكوه، يعني اللي هو تحس ان الشعر طبيعي جدا جدا جدا. طبعا مع الوقت ومع الاستعمال والحاجات دي الشعر بترجعي تاني تلاقيه اللي طالع احسن من اللي كان الاول، في نسبة الفرد، في نسبة الهيشان، في نسبة التقصيف، في نسبة كل حاجة. يعني مادة ما شاء الله، يعني ما شاء الله بصراحة أول مرة استعمل مادة بالطريقة دي وبالشكل ده يعني بالجمال ده، بتطلع شعر فايف ستار فايف ستار خالص يعني خالص.
طبعا كل حاجة احنا طبعا مش هنعرفه نكمله الباقي برضو معانا في على الحلقة طبعاً. عشان خاطر لازم يقعد فترة على الشعر زي ما مدام ريم قالت كده، اللي هو ساعة معانا وبعدين يتشطف وبعدين يتكبس، يتنشف ويتكبس، وهو ده اللي يعتبر المنتج اللي معانا بالظبط واللي احنا بنتكلمه عليه مدام ريم. وطبعا في معانا برضو مجموعات عناية بالشعر بعد الجلسة، الشامبو والبلسم. بالنسبة للمجموعات والحاجات دي برضو في الاستعمالات يعني بتطلع الشعر اللي طالع جديد، يعتبر بنسبة عالية جدا من الطريان والنعومة والترطيب وتطويل الشعر طبعا في طول الشعر. بيتكلم عن كل حاجة، يعتبر شامل كل حاجة معانا في الشعر خالص، لأن بيطلع ما شاء الله أحسن من الأول بكتير خالص. وكلمينا عن الفروة شوية، فروة الشعر في طبعا متخصصات كتير، أو مع احترامنا طبعا لكل البيوت سنتر او المتخصصات، طبعا في متخصصات كتير جدا بروفيشنال وكويسين جدا طبعا، وعلى دراسه وعلى درايه بالموضوع. طبعا احنا بنتكلم عن الناس اللي بتبدا شغل بحاجه وهي يعني كده وخلاص، مش عارفه هي بتعمل ايه، او هي بتنزل بتشتري لتر مثلا فيلر او بوتكس او بتشتغل بيه لكل الشعور. طبعا الموضوع ده غلط جدا 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 خالص، لان كل شعر ليه برضو ماده، وليه كل شعر ليه تجهيز، وفي شعور بتبقى الفيتامينات ناقصه فيه والكالسيوم والحاجات دي كلها بتدمر الفروه ذاتها. لازم الشعر يكون متجهز كويس، متعالج كويس، يكون معانا تمام، عشان ما فيش اي عميله برضو تيجي عندنا وبعد كده تشتكي من اي حاجه ايا كانت، بعيد عن المنتج خالص. تمام. والتساقط والهيشان ونسبة الترطيب في المنتج عالية جدا. أول مرة بصراحة استعمل يعتبر أمسك مادة في إيديا واشتغل بها ألاقي طريان بالنسبة دي خالص، والنعومة ولمعان في الشعر حاجة ما شاء الله بصراحة، يعني فوق زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هو لمعان وطراوة. طبعا الشعر طبعا اكيد كل حاجه بتبان. انت عارفه استاذه ريهام، طبعا احنا برنامجنا كلام في الفن والجمال، خبراء تجميل من كل الدول العربيه، من جميع انحاء العالم، من اوروبيات، من دول عربيه. معانا طبعا تغطيات اعلاميات لمهرجانات كبيره جدا بره مصر، وقريبا جدا ان شاء الله باذن الله عندنا تغطيه اعلاميه في الجزائر، هيكون فيها نخبه كبيره جدا 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 من خبراء التجميل على مستوى العالم كله. هيكون في ناس من لبنان، ناس من ايطاليا، ناس من المانيا، ناس من جميع الدول العربيه والاوروبيه. فطبعا احنا ثقة برنامجنا وثقة مشاهدينا وثقة العملاء بتوعنا وضيوفنا طبعا، فمش هقدر انا اطلع باي حاجة تكون مش حلوة او ما تكونش عند حسن ظنكم وظنكم فيا. فنتمنى ان انتوا طبعا تتواصلوا معانا ونشرح لكم تكنيكات المنتج، او اللي حابب يعرف اي تفاصيل عن المنتج احنا هنكون معاكم ان شاء الله على الارقام اللي موجودة على الشاشة، وهنرد عليكم، وان شاء الله باذن الله هيكون عندنا كل يوم جمعه في اسكندريه هيكون في ورشه عمل بنشرح فيها تكنيك المنتج، واللي حابب يتعلم او يدخل في المجال يعرفه من الالف الى الياء. طبعا احنا بنشرح له بصرف النظر، يعني بصرف النظر عن منتجاتنا او الكلام ده كله، احنا بنحطك على اول السلم واول الطريق الصحيح. طبعا بيكون في اماكن كتير بتشرح لك كلام كده وخلاص، احنا يعني حضرتك بتجيبي موديل، او احنا بنجيب لك موديل انت بتشتغلي عليها من الالف الى الياء. يعني احنا بنشرح لك الاول ازاي بتجهزي الشعر، وازاي بتوزعي الماده، وازاي بتكبسيها، والشعر يحتاج قد ايه كبسات، او الشعر يحتاج قد ايه نوع ماده ايه، والفروه اصلا تقدري تتعرفي عليها وكل الحاجات دي. وبعد كده طبعا بنحطك على اول الطريق وبتكوني متخصصه بروفيشنال، وطبعا بيكون ليكي بعد كده انت حريه الاختيار بتاعه المواد اللي حضرتك بتختاريها وتستخدميها. وهنستنى ان شاء الله باذن الله تليفوناتكم. واللي عايز عينات برضه، اتفضل. اللي عايز برضه عينات اللي هو يجرب في اي موديل طبعا عنده، الاستاذه ريهام حكيم هي من ضمن المسؤولين عن المنتج وتوزيعه، وطبعا احنا بنشحن كل المحافظات، وريهام من يعني المنتج مش هيكون متواجد من غير من خلال برنامجنا وارقام التليفونات والاستاذه ريهام الحكيم. اتفضل. طبعا اللي عايز برضه عينات من 100 جرام وطالع عادي تحت امره اللي هو يجربها ويشوفها برضه كامان وكثقه، اللي احنا واثقين برضه من منتجنا وعارفين والارقام مع حضراتكم طبعا، اللي احنا واثقين من منتجنا وعارفين احنا بنتكلموا عنه ازاي، هو بيتكلم عن نفسه اساسا، يعني مش محتاج ان حد يتكلم عنه خالص. فاللي عايز يتواصل معانا وياخد عينات يجربها الاول في اي حاجه عنده، في اي موديل عنده او اي حد يقرب له، فاحنا تحت امره في اي وقت يتفضل يكلمنا برضه احنا معاه.
يعني الأستاذة ريهام كمان صرحت إن حتى لو حد حابب ما يشتريش مثلا العبوة كاملة أو الكلام ده كله، حابب ياخد مثلا 100 ملي أو 150 ملي أو 50 ملي أو 50 ملي برضه معانا ده أو ده برضه اللي معانا ده وده برضه اللي عايز يتواصل، لأن إحنا منتجنا بيتكلم عن نفسه واثقين فيه كل الثقة طبعا، لأن يعني كل الانسان ما يبقى واثق من حاجه ما بيبقاش فارق معاه اي حد خالص، مع احترامي لاي حد ايا كان اللي عايز يتواصل معانا وياخد اي كميه لحد 50 مللي احنا تحت امره. يعني حتى 50 مللي حضرتك حابه تجربي عندك على موديل او لو حتى لو حضرتك في البيت وحابه برضو تجربي المنتج، احنا بنشرح لك كل التكنيك بتاعه وكل الكلام ده. وطبعا هي الاستاذه ريهام من كتر ثقتها في المنتج وما هي ما اشتغلت بيه طبعا، فهي بتتكلم بثقه ان احنا نقدر حتى نبعت منه ولو جزء بسيط تقدري تجربيه، وبعد كده تقدري تحددي الكمية أو إن شاء الله تكوني عميل أساسي معانا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحضراتكم أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال تمام أوكي. وطبعا هنتكلم، كلمينا طيب تاني عن المنتج. المنتجات طبعا معانا الفيلر والبروتين ومعانا المجموعات ومعانا السيروم. اي حد عايز اللي هو يشوفها او يتعامل معانا في اي وقت احنا تحت امره، لان كل حاجه بتتكلم عن نفسها. طبعا احنا زي ما اتكلمنا في البدايه، زي ما مدام ريم اتكلمت في البدايه، اهم حاجه تجهيز الشعر معانا برضو اللي هو الكولاجين اللي هو بيقفل فروه الشعر تماما، طبعا يعني لا يعمل قشره بعدها ولا تساقط ولا هيشان ولا اي حاجه ايا كانت. معانا المنتج بتاعنا اللي عايز يتعاون معانا في اي وقت او يتواصل معانا، احنا تحت امره في اي وقت وفي اي مكان هنوصله له المنتج بتاعنا لحد عنده طبعا، بدون اي حاجه وبدون صرف نظر عن اي حاجه. الماده بتاعتنا بتتكلم عن نفسها زي ما مدام ريم اتكلمت وزي ما اتكلمنا وزي ما حضراتكم شايفين قدامكم على الهواء، كل حاجه بتتكلم عن نفسها وقدامكم على الهواء كمان، يعني ما فيش حاجه متداريه ولا حاجه مستخبيه. يعني حضرتك شايفه ان المنتج هيعمل اضافه كويسه في البرنامج ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله طبعا هينال اعجاب كل اللي هيجربه ان شاء الله طبعا، واحنا تحت امر اي حد واللي عايز يجرب اي حاجه تحت امره طبعا. تمام. شكرا لحضراتكم اعزائي مشاهدين قناه الصحه والجمال وبرنامجكم كلام في الفن والجمال. وزي ما قلنا لحضراتكم تاني، احنا هنكون ان شاء الله باذن الله كل يوم جمعه عندنا ورشه عمل في الاسكندريه، بنشرح فيها تكنيكات المنتج وهيكون معانا خبراء تجميل متخصصين، كل واحد متخصص في شيء معين هيشرحه لحضراتكم معانا، وهنبدا كورسات ان شاء الله باذن الله. وفي نهايه حلقتنا بنشكر حضراتكم والأستاذة خبيرة التجميل ريهام الحكيم. شكرا. ونشوفكم حبيبتي، شكرا لحضرتك طبعا. ربنا يخليك مدام ريم، بصراحة يعني مصدر ثقة، حاجة بصراحة يعني محترمة جدا جدا جدا، فوق الخيال خالص، حبيبة الكل، وأي حد بيتعامل معاها إن شاء الله بيحبها وبيثق فيها، والثقة بتوصل مع التعامل طبعا. ربنا يخليك، شكرا لحضراتكم ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في الفن والجمال. السلام عليكم.